الكرام متتبعي القناة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التنموي الجديد. ومن خلال هذه الحلقة سوف نتكلم عن فك المعادلة السوسيو-اقتصادية. السوسيو-اقتصادية علاقات المجتمع بالاقتصاد، علاقات المقاولين، علاقات ذوي المشاريع التي تريد أن تأخذ مسارها في عالم الاقتصاد، وتوفير كذلك منتوج أو خدمات يعني مميزة، وعلاقة كذلك هذه المنظومة بالاستهلاك. أول شيء أريد أن أتحدث عنه في هذه الحلقة هو علاقة أصحاب المشاريع، أناس يريدون إنشاء مقاولات تجارية، شركات تجارية، محطات إلى غير ذلك، محطات الاستهلاك إلى غير ذلك. أول شيء يجب في هذا الباب مراعاة نظرة هذا الشاب المقاول أو المستثمر الصغير ذوي الطموح الذي يريد تحقيق واحد المشروع في البلد ديالو. أول شيء يجب فكه علاقته بالمال. المال الذي أتكلم عنه في إطار يعني قروض أو في إطار دعم، الدولة تدعم مشاريع، وكذلك الأبناك تخول أناس قروض لكي ينجزوا مشاريعهم، مقاولات، شركات إلى غير ذلك. لكن صحيح الرؤية أو الجانب النفسي وارتباطها بالمال أصبح من الأمور الضرورية. أرى نشوفوا الشباب اش كيقول. كاين بعض الناس نظرته المال اللي غادي تعطى ليه هو حق من حقوقه، كيقول لك انا بغيت ندير مشروع، بغيت ندير مقاوله، هذا المال الدعم اللي غناخذ من الدوله او هذا القرض هذا حقي. الدولة من حقها تدعم المشاريع، هذه استراتيجية، ولكن كلمة الدعم الذي يعني غناخده من الدولة هذا حقي، هذا حق في إطار مشروع كتقدم به. إذا كان المشروع ديالك كاين باني على أسس غادي يمشي لقدام، في هذا الحد هذا تنقولوا أو في هذا الإطار تنقولوا بأن هذا المال هذا الذي يخصص لك فهو حق مشروع. ولكن واحد المسألة بغيتك تسأل مع نفسك، دراسة المشروع واش هي دراسة نظرية أو دراسة مبنية على واحد يعني طرق علمية، طرق علمية في إطاراش في إطار استشارة. كاين الناس كيبغيو يديروا المشاريع فعلا، ولكن ما تستشروش استشارة الكاملة مع ناس متخصصين في هذا الميدان، يعني اللي غيمدوك بالمعارف وبالتجارب إلى غير ذلك. وكي كتكون عندك يعني روح المبادرة يعني المجازفة، خاص تكون عندك كذلك روح التخوف من الوقوع في الريسك أو في الدونجي. من هذا الباب هذا كان بغي نشارك معكم واحد التجربة بسيطة. كاين بعض الناس أصدقاء ومشي بعض كثير منهم كيقترح لي مشروع معين، وهذا المشروع كيتلقوا عليه الناس كاملين، بالرغم أنه الحمد لله كاين القدرة باش أنني ناخد واحد الدعم، كاين واحد التريوت اش كنقول لراسي، كيقول لي ما يمكنش أنه في هذا الوقت بالذات ولو الفكرة تكون ناجحة أنه نبادر يعني في أخذ واحد القرض معين أو واحد الدعم باش ندفع واحد المشروع. علاش كنقول الحق راه كاين، الدعم كاين، القرض كاين،
ولكن النص الاخر ديال الكاس شنو هو الا ما نجحش المشروع؟ اذا القناعات اللي خص تكون عندنا هذه المره ماشي صدقه. كاين بعض الناس كاين عندهم تناقض، كيبدا يغوت انا ماشي تندفع او تنتقد، كنعطو الاسس اللي هي معقوله. كاين بعض الناس كيقول لك هذا الدعم، هذا المال، هذا ديال العام خاصني. اسيدي راه ماشي غير يعطوك المال صدقه وتمشي دير بيه داكشي اللي قال لك راسك، لا، المال اللي كيتعطاك مقترن باش تحسن اوضاعك الاجتماعيه، اوضاعك الماديه. هذه قايل ما كانش عندك واحد الفكره اللي هي عامه اللي كتساهم في تحسين الاقتصاد وهذا والجوده الى غير ذلك. هذا غير من واحد الباب اللي كنتي كتحشم راه بان المال الذي يعطى فهو مال من اجلك انت، خاصك تشغله على المدى القصير وعلى المدى البعيد. ولحد الان انا دابا واقف ما قدرتش، حشمت. علاش حشمت؟ كنقول اولا ما نجحش. اذا هنا هذا هو الفكر اللي خصو يكون عندنا، يعني ارتباط العامل النفسي بالدعم اللي مخصص للمقاولات، المشاريع الصغرى الى غير ذلك. خاص يكون المواطن هكذا، ما يكونش عندنا مواطن سايكو في عنده انفصام الشخصيه. وعرفتي فين كيكون الانفصام؟ دابا ملي كيبغي يتكلم لك المواطن، ما كنعممش انا، ما كاينش تعميم، ملي كيبغي يتكلم لك على الدول المتقدمه كيبدا داك الشرائح. ملي كتجي المصالح الشخصيه ما كتبقاش الديمقراطيه، كيولي يعتبر اي من غيخته هذاك المره ديالو. وسل الدول الديمقراطيه وقول لهم بغيت 10 مليون ولا 20 مليون. الا ما كانش امور ناجحه راه ما غاديش تاخذ الامور ديالك. ومن الاسس اللي خصك انت تكون تامن بها راه ماشي الحياه هي تبقى غير تاخذ، راه تبقى تاخذ وغتسالي. الحياه شنو هو؟ هو تحقيق واحد النجاح معين، واحسن نجاح اللي خص يتحلى به اي شاب مقاول او صاحب يعني واحد الافكار ويحولها الى مشاريع. اول حاجه خصو يتحل تكون عنده ديك القابليه ديال انجاح المشاريع، لان الناس اللي كينجحوا المشاريع كتكون عندهم واحد اللذه كيحسوا بها. اذا دائما الحق الدوله راه تتحطو في اطار دعم المشاريع، ولكن الرؤيه ديالنا حنا للمال خاصها تكون رؤيه مبنيه على واحد دراسة موضوعية، بأن المال ليس هبة، هو حق مرتبط بواحد المشروع أنت بغيتي تحطو على أرض الواقع. هذا هو المعطى الأول. إذا أي شخص، أنا لا أنتقد، أنا راه كنساعد أي شخص كيفكر مزيان وكيشوف بأن أي مال كيتعطى ليه الدولة كتكون سبب فعلا، والله سبحانه وتعالى كيعطيك هذاك المال. حنا تنناقشو تاني من واحد الجانب، لأن حنا عندنا عقيدة مليناش الله كيسولك ياك الدوله كتكون سبب، ولكن نظرتك انت للمال تكون نظره اللي مبنيه على واحد يعني برنامج موضوعي، نظره ماشي صدقه. اي حاجه كتعتبرها راه ملك ديالك وهي مرتبطه بواحد المرحله خصك تنجحها، راه ما عمرك غتنجح في حياتك، غتبقى ديما يتعطاك المال ويتعطاك المال ويتعطاك المال. بمعنى اخر عرق مزيان، حاول تنطلق من صفر. الناس اللي انطلقوا في العالم دخلوا شوفوا المواقع، الناس اللي كانوا على العتبة ديال صفر وصاروا من أثرياء العالم شكونهم؟ عرق على واحد الحاجة، حتى إلا خديتي دعم ما تخسروش كامل. الحاجة اللي كتعرق فيها مزيان كتعرف الحق ديالها، من حقك تاخذ دعم، ولكن من الواجب عليك أنك تعرق على واحد الدعم خديتي، لأن أي فرصة كتعطاك ما خصكش تضيعها. وكنتمنى من هذا المنبر ان المقاول يعني المغربي تكون عنده هذه الاستراتيجيه في بناء يعني الجانب النفسي وعلاقته بالمال اللي غادي ياخذ. وشكرا.